يعني ليش البنات كي تعملوا ماسكارات تعملوها حلو فهمك ما نعرفش سيب لنا انت الميكرو هاني انا باش نسالك سؤال تاو ماكش تعرف تجاوب عليه انت قداش مرة قالت لك كلمه نحبك كيما اخويا انا نعرف شكون نجم يجاوب على السؤال هذا دونك تاو هيا باش نمشي ونسالوا التوانسه السؤالات هذوما زوز سؤالي باش نسأله لك توا محير فريمون جامعة الدول العربية انت قداش من مرة قالت لك كلمة نحبك كيما اخويا برشا مرات كانك عليا انا بنية خويا بصفتي شاعر المرة التونسية الكلهم اخوياتي ممكن نبقوا اصحاب خير علاش في العلاقة بين الصداقة بين الرجل والمرأة بنظرة فلسفية عندما يقول الف طن الف طن الف طن فالمرأة هي كيان يعيش مع الجنس الآخر فهي إن كان لنا جميعا من الوقت نعيشه فالصداقة تستمر أكثر علاش احنا البنات كي نعملوا الماسكارا نعملوا هكا كل بروفيسيونيل تحس هكا باش نجم تخدمها بالقدا سؤال بالعرش ده ظهر لي ديفيل شوية بارك الله فيك مرسي عايشك قداش من مرة قالت لك كلمة نحبك كيما أخويا ثلاث مرات ديديكاس اير من غير ما نقول لس اي شنو عملت لك بالضبط كيلي قالت لي نحبك كيما اخويا احنا البنات علاش كنا نعملوا ماسكاران حلو فهمنا هكا انا بدي السؤال هذا محيرني وديما نعملها ونثبت نلقى فمي ما خدمتي نجي ونسال العباد لهنا وبقدره ربي السؤال هذا نلقى لك لي حل حتى معنا زعما هكا وجه هنا ولا ياسر استيتيسيان و تحل في اللي جرادويت في الكبارات احنا تبدا عاديه نسيتو والله اقنع الوحيده اللي اقنعتني قداش المرات قالت لك كلمه نحبك كيما اخويا كيما اخويا ليه ما تقليش ليا علاش خاطر يحبوني الكل اوكي تحتغلط نحكي معي لك انا في لقد نحبك كيما اخويا والله انا مره كنكتي انا مع واحده ديجا وبقيت معها حكيت 4 شهور على الفيسبوك على الفيسبوك بعد لي قالت كلمة نحبك وبعد لي خرجت كأخويا وكو نحبك كما أخويا قالت لي 1975 1915 مرة بنظرة إبستيمولوجية كيفاش تولي الحكاية فأنا بمصطلح تونسي نقول نحن الصداقة بمجتمعنا فلا تدوم ومن منطلق أقحويني كيفاش تشوفها جميلة جميلة شنو هذه أنا قناة زد قناة التاسعة التاسعة لا هي متهبطوا الفيديو نهار الاربعاء الاربعاء بالله